السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. شكرا لأي واحد الخوت كتب تعليق وبارك لينا في هذا المشروع اللي درناه، المشروع البسيط ورغم البساطة ديالو ان شاء الله بإذن الله غادي ينجح ان شاء الله بإذن الله. ودعواتكم يا اخوان، وبزاف ديال الناس سولوني على فين كاين المحل وبزاف ديال التعاليق الزوينين صراحة. عمران فين؟ شحال من واحد دعمنا بالنجاح، الله يرحم لكم الوالدين. شكرا بزاف اخوتي، ودابا حاليا غادي نمشي نبارطاجي معاكم المحل، حيت شي بزاف ديال الناس قالنا بارطاجي معنا المحل، بارطاجي معنا المحل، بارطاجي معنا المحل. ايوا دابا غادي نمشيو نبارطاجيو معاكم المحل. عمران المحل في عندنا؟ اش فيه؟ اش فيه المحل؟ فيه. اش ها؟ حلوه. حلوه زوينه ولا خايبه؟ وي. ها؟ واش كتاكل فيها نشوف؟ كتاكل فيها؟ ها؟ نود ورينا العضلات. ورينا العضلات. عضلات. الحلوه زوينه. قول اي اللي كنقول انا سوبي شنو هي سوبي راكك. المهم غادي نمشي نبارطاجي معكم ان شاء الله المحل. دابا خوت جينا هنايا عند الدراري دايرين تما مشروع هنايا، الله يسخر لهم الامور. عندهم البصله وعندهم هذا ديال هاد الفصه هذه. شحال داير الفصه؟ 10 دراهم. والبصله؟ 5 دراهم. 5 دراهم. تبارك الله على مول البروجي ناضي، تبارك الله عليك. هكاك يكونوا الرجال المكافحين ان شاء الله يبارك. وهذا الفاخر شحال داير الكيلو؟ 160 ريال. 160 ريال، اللهم بارك. شو واحد كيضرب في الكبال، تبارك الله عليك. هاني الدراري راه مجموعين هنا. كتباتوا هنا الدراري ياك؟ كنباتوا الداخل. كيباتوا هنا الخوت. ها انتم هذه هي الاجواء ديال العيد. ها انتم شو البال، الله يبارك ثاني. هذه شحال خديتوا البال الحبه؟ 80 درهم. 80 درهم الخوت باش خادوها. وشحال كتربحوا فيها تقريبا؟ على حساب. على حساب ياك. شحال تقريبا تربح فيها؟ نص بالنص. نص بالنص. يعني هذا الشيء هذا البروجي فيه الفلوس. وتبارك الله عليكم، هكا كنبغيكم رجال مكافحين. وهذه البلاصه في كيباتوا الخوت، هي هذه البلاصه في كيباتوا. والدراري راه الشباب راه خاصهم راس المال وخدامين. في الليل كنطيحوا الباش، في الليل كتجمعوا الباش ياك. دغيا كنزربوا على هادشي، يقول عندنا السير يقول ياك. المهم كدوزوا الاجواء وغتشوطوا الراس ديال العيد. احنا غاديين، احنا غاديين مع الموسم، مع الموسم، مع الموسم. تبارك الله عليكم الدراري، والله تبارك الله عليكم يا رجال. رجال والله ترجال، عجبتوني. يلا حطيتوها تقريبا انا البارح شي يومين. دابا يومين. يومين انا خرجت الخوت تصدمت، لقيتهم دايرين هنايا التشابوله ديالهم. هذيك سميتها التشابوله، وهي الاله اخوان اللهم بارك. وهذه هي التشابوله ديال الدراري، الله يسهل عليهم. انسان مكافح. قلت لي شحال الكيلو؟ 160 ريال. بالنسبه اللي بغى ياخذ الفاخر راه داير 160، والجلبانه دايره الكيلو 260. الفرانك. الفرانك. غاليه داك الشيء. ياك غاليه. من يمشي للسوق على اساس نجيبوا البالا بهذيك 70 65، لقيناها دايره 75 80. كتلقى البالا فيها 18 كيلو، كيقول لك هزها ب 75 درهم، كتلقى فيها ياك 17 كيلو. هذا اللي جبنا فيها 20 كيلو خذيناها ب 80 درهم. 80 درهم، اللهم بارك يا اخوان. الله يسخر لكم الامور الدراري، وتبارك الله عليكم. دراري راه نقيين ما مبليين ما والو، خدامين على راسهم، الله يسهل عليكم. ناضي لايك وديروا ابوني. اللي كيعرف هاد البلاصه يجي عند الدراري. اللي كيعرف هاد البلاصه الباركينغ، الباركينغ هما في الباركينغ الخوت. جيو عند الدراري حدا مول سفنجة. تحياتي لسيمو كنشوفوه من هنا. المهم صراحه هذا مشروع زوين دايرينو الدراري، الله يسهل عليهم. دراري مكافحين كيتقاتلوا الخوت باش هاد الفلوس مني كتجمعوها وكتقاسموها ياك. واش كديروا بها مثلا؟ نديروا التريب. ها؟ كنمشيو نديروا التريب. اجي هنا اجي، زيد حدايا، زيد حدايا مول التريب. هذا اش كتشديروا بها؟ كنديروا التريب. كتشدوزوا بها زعما العطله ديال الصيف؟ ضروري. فين كتمشيو مثلا؟ على حساب، فهمتي، على حساب المصروف اللي دخلنا. اللي دخلتو كتمشيو به؟ بحال العام. كتمشيو للشمال؟ مشيتو للشمال؟ العام اللي فات. نعم، كيجمعوا الخوت باش يضربوا بالتصافيره يدوزوا الصيف
في اي بي ضروري. ها الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم. دعوا معاهم اخوان حتى نتوما بالتيسير، واللي جا للباركينغ ديال مدينه الرحمه راه يسول على الدراري، راه ما يتقدموا عندهم. اللي كيعرفوا بكم كاملين، اللي كيتفرج هنا من ديال الرحمه يجي عندهم. حنايا ولاد السكو ماشي واحدين برانيين معروف، ولاد الشعب اخوان، حنا مع ولاد الشعب الله يسهل عليهم. اخوان دابا جيت للمحاله اخوان باش نبارطاجي معكم الشكيلات واللوينات اللي عندنا، اللهم بارك. كيف كتلاحظوا الطباصر راه واجدين، داكشي ديال العيد تبانوا الفاخر، وانا داير لكم الحلوى اخوان. هانا اللهم بارك، داكشي على حقه وطريقه الخوت، اللهم بارك اللهم بارك. هاهي الاطلاله، شو تواصلوا معنا بهذيك النمره اخوان. هانا اللهم بارك، داكشي يا سلام، تشكيلات ولوينات. هادي الكعبه، كعب الغزاله الخوت. دابا ندخلوا نشوفوا المعلميه، واحد الشكيل اخر هذا، ثاني شكيل ناضي هذه، اللهم يسر ولا تعسر. شكيل ثاني اخر، اللهم بارك، الله يسخر الامور. انا الله يبارك اخوان، تبارك الرحمن، اللهم بارك. عندنا ثاني هاد الشكيلات اخرين هنايا، الله يبارك اخوان. انا حلوه داكشي سوبر، اللهم بارك. وهذه الخوت راه الكعبه، بسم الله. هذه الكعبه اخوتي، كعبه ديال اللوز هذه. ها هي نذوقوا هذه الكعبه، بسم الله. واو سوبر، ما كاينش سوبر، غير السوبر اخوان. الحمد لله راه خدامين كنوجدوا في الحلوى، ومرحبا بالجميع اخوان. صراحه كونطوار راه عامر، حنا راه مقاتلين وصافي. وشكرا لاي واحد كيكتب كومونتيرات، شكرا لاي واحد كيسول وكيقول كلمه طيبه. شكرا لكم بزاف اخوتي صراحه، ومرحبا بالجميع الاخوان. راه غنخلي لكم لوكاليزاسيون لتحت في صندوق الوصف. بالنسبه للحلوه ديال العيد راه واجده اخوان، هذا صابلي الخوت، وهذا توا صابلي، وعندنا هنايا هذه ريش بوند اخوان، وهذا توا صابلي، وهذا الزيكزاك. هادو هما الشكيلات اخوان، اللهم بارك اللهم بارك. هذا مقروط، هذا صابلي بهذا الشكيل، وداك الشيء ما كاينه الجوده اخوان، الجوده والاتقان، اللهم بارك. هانا اللهم بارك، هذا فقاس ديال التمر، وهذه راه الكعبه الخوت، الكعبه زوينه. وعندنا ثاني هادي، كاينين شكيلات، وعندنا ثاني هذا، يا سلام. المهم كاينين الفيترينا راه عامره، مرحبا بالجميع الاخوان، الفيترينا عامره اللهم يسر. بارطاجيت معكم الشكيلات ديال المحل اللي كاينين، والحلوه راه تبارك الله ما شاء الله راه غاديه. الخاله ديالي راه مقاتله معايا صراحه، دايره جهدها، وهادشي كامل اللي كتشوفوا في الفيترينا هي اللي خدمتو صراحه، راه مقاتله واحد التقاتيل ما يمكنش، تقاتيله ديال الرجال صراحه. والله يسهل عليها في هذا النهار، ينجح لنا البروجي وما يكون الخير. وشكرا لكم بزاف اخوتي على التعاليق ديالكم، على انكم كتحفزونا الخوت، ملي كتكتبوا كومونتيرات زوينين وكتقول لنا الله يسهل عليكم، راه مشروع زوين كذا، الله يسهل عليكم في هذا النهار اخوان. والخوت راه بغينا نوقفوا البروجي على رجليه، وديك الساعه غنسافر، غيكونوا تصافيرات جداد، غيكونوا بلانات جداد ان شاء الله باذن الله، غيكونوا خرجات زوينين في المستوى. ودابا حاليا راه جيت باش هاد الايامات هادي، راه واحد الضغط ما يمكنش. علاش؟ حيت خاصك تقدى السلعه ياك جميله، خاص السلعه، اش خاص مثلا شحال الزيت، خاص الزيت، دقيق، كل شيء خاص الخوت. قلت خاصني ضروري الكوب، ياك خاص بزاف الخوت. ملي كتفتح مشروع باقي جديد راه كيكون عليك واحد الضغط ما يمكنش، داكشي علاش كتشوفوني راه غبرت. ولكن ان شاء الله باذن الله راه غتشوفوا حويجات زوينين ديال بصح. وواحد الفيديو اخوان راه تحذف ليا البارح، والله ما عرفتش اش كان في هذاك الفيديو، راه تمسح ليا اخوان ديال البارح، اللي كنت انا واسامه والخوت. بغيت نعزي ثاني السيمو، بغيتكم كاملين ترحموا عليه، ترحموا على الاب ديالو في هذا الفيديو اخوتي، ترحموا على الاب ديال السيمو، راه توفى
الله يرحمه والله يوسع عليه. والخوت راه غنخلي لكم اللين ديال لاشين ديال السي محمد ديال السيمو صاحبي ديال السي محمد، غنخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. حاولوا تمشوا عنده تفرحوا كاملين، تبارطاجيو معاه لاشين، راه دار واحد الفيديو ديال الاب ديالو، حاولوا تمشوا تواسيوه في داك الفيديو. والخوت هادشي اللي كاين، فيديو غيكون قصير، بغيت غير نعلمكم على وديت خاصني نوجد الخدمه لفهاد العيد هادي، خاصنا نخدمو. وراء البديه راه ديما كتكون صعيبه في اي دومين اخوان، البديه كتكون صعيبه صعيبه بزاف، الواحد هو اللي يتقاتل يصبر. وهادشي اللي كاين، الله يسهل على الجميع، ومرحبا بكم اخوتي، قسما بالله مرحبا بكم، جيو عندنا، راه غنخلي لكم لوكاليزاسيون حتى هي لتحت ديال المحل، جيو مرحبا بكم الخوت، مرحبا والف مرحبا الاخوان.